هلا والله فيكم برنامج جديد قصص ألعاب مخيفة، وفيها راح أسرد لكم قصتين وكل واحدة لها علاقة بالألعاب وفيها رعب. تحذير من الحين، اللي بيخاف يوقف الفيديو، واللي يبي يصير شجاع يكمل معي. والحين نبدأ قصتنا الأولى. Games of Hell أو ألعاب الجحيم من لعبة Call of Duty Black Ops 2. على وقت إصدار لعبة Call of Duty Black Ops 2 كان في شخص يلعب أونلاين في مود Team Deathmatch، ويقول أنه كان يتكلم مع ناس عشوائيين في الشات، وفجأة جاء له واحد قال له أنه مسوي مود جديد إذا حاب يدخل معه. والمود كان أول مرة يسمع عنه. اللاعب يقول أنه كان المود باسم ألماني وراح يترجمه، طلعت الترجمة معناتها Games of Hell يعني ألعاب الجحيم. وبسبب الاسم صار فيه فضول انه يجربه، قال اوكي. ويقول مجرد ما دخلوا معاهم 5 لاعبين زيادة، وكانوا في خريطة جديدة اسمها هيل يعني الجحيم. من بداية اللعبة الشخص اللي دعاهم قال لهم ان ما نبي نخسر اللعبة ولازم نفوز بأي طريقة. وحسب كلام اللاعب في وصف الخريطة يقول ان اول ما بدوا كان في ممر طويل مليان أجساد تتحرك بشكل بطيء، وما في إضاءة أبدا غير جثث محترقة بالأرض. يقول من شدة الرعب كان يشم فعليا ريحة الجثث المحترقة، وكان يسمع صوت في نهاية الممر الطويل يتكلم بشكل سريع وغير مفهوم. حاول أن يكتب كلام عشان يترجمه لكنه ما قدر، بس صاحب الموت قال له أن لو انطفت النار راح تضيع كل الأرواح وما راح ترجع للعالم. وقال بعدها أقصد أرواحكم أنتم يعني أرواح اللاعبين. وبعد ما قال هالكلام طلع من اللعبة اللاعب، ويقول أنه كان محتار لأنه كان شيء رهيب بنفس الوقت شيء مخيف ومرعب، وأكيد روحه ما بتصير داخل اللعبة يعني أكيد يمزح. بس من كثر الخوف يقول أنه ما عمره شاف شيء مثل كذا في أي لعبة Call of Duty، وعشان كذا قرر يطلع من اللعبة. ولما ضغط على Exit طلع له تنبيه يقول له لو تم إرسالك لجهنم ما راح تهرب للأبد. لحظتها يقول كانوا اللاعبين اللي معاه بدأ يبين عليهم الخوف بعد، وحاول انه يطفي الجهاز بس ما هي فايدة لأن التلفزيون مو راضي يطفي، وعشان كذا قرر يكمل اللعب ويشوف النهاية. يقول حصلت واحد من اللاعبين وقتلته في اللعبة، ولما قتله سمع صوته يصارخ بقوة في المايك، وفي شخص كان يطعن كثير. من الخوف شال السماعات لكن بدون أي فايدة لأن الصوت بدأ يطلع من التلفزيون نفسه. يقول بعد 30 ثانية بالضبط انقطع الصوت وطلع من اللعبة، ونفس الشيء صار مع بقية اللاعبين. يقول حاول انه يشيك على أسماءهم من الجيمر تاج لأنه كان يلعب الأكس بوكس، بس ما حصل أي شيء عنهم، ودائما يطلع لأن هذا الاسم غير موجود أصلا على الشبكة. في النهاية بقى هو وشخص ثاني في اللعبة، وباقي تقريبا دقيقتين على الماتش. يقول تكلمنا مع بعض شوي وعرفنا واحد مننا ما راح يطلع من اللعبة هو حي، وفي النهاية قدرنا يفوز عليه. ولما هزمه يقول سمع نفس الصرخات والطعنات، بعدها انطفى التلفزيون فجأة وحس انه في شيء يضغط على صدره. ويقول بسرعة جت أمي حضنتني وهي تبكي وتقول انها تحاول تدخل غرفة ما قدرت وما في أحد قدر، وانه كان يلعب لمدة 5 أيام متتالية. وبعدها قال أخذت نفس عميق وقطعت اللعبة 3 أيام. ولما رجع شغل اللعبة لاحظ انه طور من مستواه في البرستيج 5 مرات، مرة عن كل روح قتلها. يقول انه حاول يتواصل مع مايكروسوفت يسألهم عن الجيمر تاج تبع الناس اللي كانوا يلعبون معاه، بس الرد كان ان الاشخاص هذول غير مشتركين نهائيا على شبكة الاكس بوكس. ومن بعدها ما لعب اي شيء على الاكس بوكس، ومصير الاشخاص اللي لعب معهم مجهول الى الان. قصتنا الثانية عن لعبة اسمها LSD Dream Emulator ونزلت على جهاز بلايستيشن 1. شخص يقول انه يوم كان عمره 17 سنة صديقه مايك كان عنده قناة على اليوتيوب اسمها Let's Play، وما كانت قناة مشهورة، كان فيها تقريبا 30 مشترك كلهم اصحابه، ومايك كان يحب يلعب على محاكي بلايستيشن في وقتها. ويقول لما يرجع البيت من المدرسة كان يتابع مقاطع صديقه مايك عشان يساعده ويزيد من عدد المشاهدات عنده، وهو دائما يجلس جنبه في المدرسة. في يوم من الأيام جاء له مايك وسأله سمعت بلعبة اسمها LSD Dream Emulator؟ يقول
أنا جاوبته وقلت له لا ما سمعت عنها. في نفس الليلة راح مايك ونزل مقطع عن اللعبة وهو يلعبها في القناة. اللعبة فكرتها غريبة، فكرتها أنك تمشي بس، والمنطقة اللي تلعب فيها كانت فيها بيئة يابانية نوعا ما، وفي ناس وحيوانات تطير وما تعطيك أي انتباه، بس كان في شخصية معروفة باسم The Gray Man أو الرجل الرمادي، ومن اسمه الشخصية كان لونها رمادي، وكان واضح أنه لابس قبعة رمادية وجاكيت رمادي. وهذه الشخصية تطلع لك فجأة بدون أي تحذير من أي مكان، وأحيانا تلقاه كان يقرب لك، بس لما تحاول تروح له الشاشة تبدأ تقلج باللون الأبيض وتختفي الشخصية. مايك في كل مرة يصير له هذا الشيء يتوتر ويضحك وخايف ويكمل لعب. والجيم بلاي كان مقسم عبارة عن أيام، كل يوم تقريبا يخلص في دقائق معدودة، وبعد كل يوم يخلص ترجع لقائمة البداية عشان تبدأ بيوم جديد. مايك لعب حتى 12 يوم خلال أسبوع، وحسب كلام صديقه أن مايك كان واضح أنه مستمتع باللعبة. بعد ما مر أسبوع هو يلعبها، فجأة في يوم الأيام كتب في قناته You know it's time to stop when the gray man pops up in your real dream. What should I play next? يعني يقول أحسن وقت أقدر أوقف فيه هذه اللعبة، أو تعرف متى يجيك الوقت أنك توقف اللعبة هذه، إذا الرجل الرمادي طلع في أحلامك وش ألعب بعدها؟ ومن بعدها يقول صاحبه أنه ما نزل شيء في قناته، وسأله في المدرسة وقال أنه زهق من اللعبة وحاب يغير، وبحكم أنه كان في وقت اختبارات انشغل مايك عن الدراسة. وفي يوم من الأيام صاحبه كان يتمشى جنب بيت مايك، راح ودق الباب عشان يسلم عليه، ويقول بعد فترة طويلة فتح له الباب، ومايك كان شعره مبلل ويرتجف من الخوف. بدون أي كلام راح معه للغرفة وشاف أوراقه متناثرة على طاولته، ولما سأله إيش اللي صاير مايك كان يرد عليه بكلام غير مفهوم، وبعد محاولات كثيرة قدر يفهم منه إيش السالفة. يقول مايك قبل 10 دقائق من وصول صاحبه نام هو كان يسبح بالحمام، وحلم أنه يغرق لأسابيع طويلة، وكان يشوف ذا جري مان وهو يتفرج عليه وهو يغرق. يقول حاولت أهدي بأن هذا الحلم، لكنه بدأ يصارخ وأنه كان يموت لأسابيع وما حد حاس فيه. من بعدها علاقتهم انقطعت وما صار يجلسون مع بعض في المدرسة. يقول كنت ألاحظ على مايك أنه ضعف وعيونه دائما حمراء، وبدأ عليه التعب، وكانت تجي نوبات خوف في وسط الكلاس ويضرب الطالب بيدينا، وبعدها المدرسة طردته من الكلاسات. صاحبه يقول في نفس الفترة لاحظنا رسمات جديدة على جدران الحي بكتابات يابانية، وفي ليلة من الليالي شاف مايك طايح بالأرض وعلى الجدار اللي وراه رسمة يابانية. ولما صحى مايك يقول في كل مرة أنام وأصحى في نسخة ثانية من الحلم، لكن هالمرة هو موجود ويعذبني. صاحبه يقول ما فهمت، بس أخذت الرسمة اللي وراه وترجمتها، وطلعت الترجمة Violence District أو المنطقة العدوانية، وهذه كانت مرحلة في اللعبة فيها جثث وناس مشنوقة وناس بدون رأس. يقول عرفت المرحلة أنه شاف مايك يلعبها في قناته أكثر من مرة. في يوم من الأيام صحى صاحبنا ولقى مايك واقف في نص الغرفة مع اللابتوب ويصارخ امسح اللعبة وامسح القناة وامسح كل شيء في اللابتوب. قلت له ليش أنت ما تقدر؟ قال لي أنا ما أقدر ألمسهم. بعدين صاحبنا مسح قناته ومن الفضول حصل ملف اللعبة وشغل اللعبة. يقول كان في اليوم 12 في اللعبة، كمل يلعبها لمدة 6 أيام بس ما حصل The Gray Man. يقول بعدين طفى الجهاز وراح ينام، وحلم انه في مكان مليان ضباب وجبل كبير، وكان يشوف شخص من بعيد لابس نفس ملابس مايك. يقول ما كنت اقدر اتحرك في الحلم، بس في الأخير شفت وجه مايك يبتسم وجلس من النوم. وفي الصباح راح المدرسة وما حصل مايك، وفي نفس الشيء في اليوم الثاني والثالث. بعدين صاحبنا حمل اللعبة في جهازه عشان يلعبها وحصل The Gray Man، وبعدين راح المبتديات وقام يسأل وقال لهم هل ممكن أن ما تشوف الشخصية في مرحلة معينة أو لفترة؟ وردوا عليه مستحيل ما تمر مرحلة إلا لازم تشوفه مرة على الأقل. بعدين يقول أن الشرطة جت له في نهاية الأسبوع يسألون عن مايك لأنه صار فترة مختفي، وجوابهم بأنه ما يعرف عنه أي شيء. وبعدها بعدة أسابيع حصلوا جثة مايك في الغابة القريبة من البلدة، وبعد التحقيق اكتشفوا بأنه قتل نفسه ويضرب راسه بصخرة بشكل متكرر، وخوينا صاحبنا لا زال يحلم في مايك إلى هذا اليوم. وهذه كانت القصتين اللي جبنا لكم إياها هذا الأسبوع، أعطونا رأيكم فيها وهل خفتوا ولا ما خفتوا، كتبوا تحت بالتعليقات، وأيضا
ادعمونا لايكات، اذا عجبكم هذا البرنامج ادعمونا لايكات، ادعمونا لايكات، وايضا اشتركوا بالقناة، ويعطيكم العافية. كم معكم فهد الشيحة، مع السلامة.